التقينا بالاستاذ الفاضل الاستاذ خمس هاريادي من الامام مخلص بن طه بن عبد الحميد، وهذا هو مدرس ومؤلف لهذا الكتاب الذي فيه ان كيف الطالب يحفظ القران الكريم برقم الايه ورقم الصفحه، فهذا فضل وذلك من اجتهاده، فنسال الله عز وجل ان يبارك فيه وفي طلابه وفي علمه وفي عمره وفي اولاده، فهذه طريقه له وكتابه مخصصا له كيفيه حفظ القران الكريم برقم الايه والصفحه. وكذلك لديه كتاب اخر يقص القصص لطلابه كيف حفظوا القران وكيف عاشوا مع القران وكيف تلقوا القران الكريم وكيف حفظوه برقم الايه والصفحه. فاسال الله ان يبارك فيه وفي اهله وان يجعله من عباده الصادقين المخلصين، والحمد لله رب العالمين. امين. جزاكم الله خير استاذنا وبارك الله فيه. وهذا الكتاب ان شاء الله هديه لكم. جزاكم الله خير، وهذه هديه من سيدنا الفاضل افتخر بها. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. امين. بارك الله فيكم.